أهلا وسهلا، رمضان كريم على الجميع. أختي الحامل، نصايح خلال شهر رمضان. الصيام مسموح خلال شهر رمضان للمرأة الحامل، ولكن بدي أعطيكي بعض التوجيهات كرمال يكون صيامك آمن لإلك وللجنين في بطنك. أولا، لازم نوزع الوجبات، يكون في 4 وجبات، الإفطار والسحور وبين وجبتين سناكس، يكونوا وجبات صغيرة. ولازم ناكل مأكولات تكون صحية قدر الإمكان. من نخفف، بدك تخففي قدر الإمكان من الحمضيات، من الأسيد مثل البيبسي، من نخف بدك تخففي قدر الإمكان من الشاي والقهوة ومن الزيوت والمأكولات الحارة. ورمضان كريم.